السلام عليكم ورحمة الله، معكم ست مريم من قناة أبسط طرق للتعلم. اليوم راح نقرأ موضوع ذكاء الببغاء، قراءة الصف الثاني ابتدائي. ذكاء الببغاء. كان في بغداد تاجر عنده ببغاء يفهم كلامها وتفهم كلامه. أراد التاجر أن يسافر إلى بلاد السودان. أراد التاجر أن يسافر إلى بلاد السودان. موطن الببغاء. فقالت له: يا مولاي، إذا رأيت أصحابي هناك قل لهم عندي طائر منكم في قفص من حديد لا يستطيع الطيران إليكم، فانظروا في أمره. كان في بغداد تاجر عنده ببغاء يفهم كلامها وتفهم كلامه. أراد التاجر أن يسافر إلى بلاد السودان، موطن الببغاء. فقالت له: يا مولاي، إذا رأيت أصحابي هناك قل لهم عندي طائر منكم في قفص من حديد لا يستطيع الطيران إليكم، فانظروا في أمره. فلما وصل التاجر أبلغ الرسالة إلى أصحاب الببغاء. فطاروا ووقعوا على الأرض وماتوا. ولما رجع إلى بغداد أخبر الببغاء بما جرى. فضربت بجناحيها وألقت نفسها كأنها ميتة. ولما أخرجها من القفص ورماها بعيدا طارت وقالت. يا مولاي، إن أصحابي لم يموتوا. ولكن علموني طريق الخلاص. هنا الموضوع على تاجر عنده ببغاء في بغداد، طبعا مخليه بقفص من حديد. من راد يسافر إلى بلاد السودان كلمت الببغاء، قالت له إنه من تروح هناك البلاد السودان راح تلقى أصحابي اللي هم هذولي الببغاء. قل لهم إن يعني الببغاء في بغداد في قفص من حديد لا يستطيع الطيران إليكم، فانظروا في أمره. يعني هنا نوصل رسالة الببغاء اللي بالقفص اللي هو في بغداد. فهنا نفتهموا أصدقاء أصحاب الببغاء فمثلوا على هذا التاجر إنهم وقعوا وماتوا حتى يوصل الرسالة إلى الببغاء اللي موجود بالقفص في بغداد. فمن رجع أبلغ الببغاء اللي هو بالقفاز، قال له أصحابك أنا بلغتهم رسالتك ووقعوا وماتوا. فافتهم الببغاء أنه هذه رسالة من أصحابه، أنه يعني يقولوا له أنه أنت سوي روحك ميت حتى التاجر يطلعك. فعلا مثلت الببغاء على أنها ميتة، فأخرجها التاجر من القفاز وطارت وخلصت نفسها من القفص، لأن الطائر كل طائر احنا قلنا ما يحب انه هو يتقيد بالقفص، مهما يعني اعتنوا به، مهما طوا اكل، مهما ما يكون هو فرحان وسعيد الا اذا كان حر طليق في الجو. هنا نحل التدريبات. ضع الكلمة المناسبة في المكان الخالي. اولا، كان في بغداد تاجر عنده ببغاء. هنا نكتب ببغاء. كان في بغداد تاجر عنده ببغاء فطاروا ووقعوا على الأرض وماتوا. نعدنا نكتب وماتوا. ثالثا، وألقت نفسها كأنها، نانا اختيار كأنها ميتة. التدريب الثاني، اختر من إلى على في عن واملأ الفراغ بما يناسبه. كان نقول هنا في بغداد حروف الجر، كان في بغداد تاجر. ثانيا، في قفص من حديد، ولما رجع إلى بغداد
فطعد التاجر هنا على الكرسي. على الكرسي. التدريب الثالث، اقرأ المثال وكون سؤالا من مجموعة من كل مجموعة كلمات. اولا فيه من بغداد كان، هنا نكون سؤال، الصير من كان في بغداد، من كان في بغداد. هنا عندنا ثانيا نفسها، كيف الببغاء خلصت، شو نقول؟ نقول كيف، كيف خلصت، خلصت الببغاء نفسها. ماذا قال التاجر؟ هنا نقول ماذا، ماذا قال التاجر. أين سافر التاجر؟ أين سافر التاجر؟ هل ماتت الببغاء؟ نقول هل ماتت الببغاء؟ هاي جاي نسوي أسئلة، نكون أسئلة. متى عاد التاجر إلى بغداد؟ متى عاد التاجر إلى بغداد؟ هذه كونا أسئلة من هذه الجمل. وإلى هنا انتهى الدرس، ومع السلامة.